يتداعى الخيال ويسقط بلا حراك تحت أقدام الحضارة المصرية القديمة. سنة 1799 جالنا شامبليون علشان يفك رموز حجر رشيد. طبعا لحد سنة 1799 ما كناش نعرف أي حاجة عن الحضارة المصرية القديمة، معلوماتنا عن الحضارة المصرية القديمة كانت زيرو. فراجل شامبليون جالنا فك رموز حجر رشيد اللي خدنا من الظلام للنور بالنسبة للحضارة المصرية القديمة، وهو قاعد عمال يفك في رموز حجر رشيد. كان مع راجل ألماني اسمه هيرمان، وصل عند كلمة ومش عارف لها تفسير. الكلمة دي كان اسمها ني تير أو ني ثير، تمام؟ مش عارف يوصل الكلمة دي، فخد الكلمة كوبي بيست وطلع بيها على وجه إبلي، بالتحديد كان في أبو سمبل. كل ما يشوف كلمة نتر يلاقي جنب منها أمون، بتاح، أنوبيس، حورس. الناس في مصر القديمة ذات شخصية جامدة جدا، والهيكلة والشكل العام بتاعهم بيقول الناس دي ناس مش طبيعيين أبدا. فما قدرش برضو يفسر كلمة نتر. الكلمة دي كانت مقسومة لجزئين، ني وتر، تمام؟ كتب في ريبورت بتاعه أو في التقرير النهائي بتاعه بعد ما ترجم رموز حجر رشيد كلها، قال قد تكون، قد تحتمل احتمال، قد تكون كلمة نتر بمعنى إله. ومن هنا بقى عندنا في مصر القديمة تعدد في الآلهة بسبب الترجمة الخاطئة اللي ترجمها شامبليون لكلمة نتر. طبعا الكلام ده ما عجبش المؤرخين والباحثين المصريين في علم المصريات. طب ليه ما عجبكوش الكلام ده؟ بسبب ان المصريين بيعتقدوا ان الحضارة المصرية القديمة ما فيهاش اصلا تعدد في الآلهة، وان المصر القديم كان انسان موحد. طب هاتولنا دليل على الكلام ده. جالنا الدكتور نديم السيار. طبعا الدكتور نديم السيار كان قامة كبيرة في الحضارة المصرية القديمة، وباحث ومؤرخ في علم المصريات، وصاحب كتاب المصريين القدماء اول الحنفاء. بيقول ايه بقى الدكتور نديم السيار؟ بيقول ان هو خد كلمة نتر اللي ترجمها شامبليون عن انها قد تكون بمعنى اله واصبح في مصر القديمة في تعدد في الالهة، خد كلمة نتر وراح للقواميس المصرية القديمة، لان كلمة نتر مقسومة لشقين، الشق الاول ني والشق الثاني تر او ثر. طب معنى كلمة ني لقيناها موجودة في الحضارة المصرية القديمة وفي القواميس، ان كلمة ني بمعنى المنتسب الى، وكلمة تر العرش. الترجمة الكاملة تبقى معناها المنتسب إلى العرش. فهل المنتسب إلى العرش يكون إله أو يعبد؟ طبعا الكلام ده سليم 100%، ما ينفعش المنتسب إلى العرش يكون إله ويعبد. ده اللي قاله الدكتور نديم السيار. فعشان نتأكد من كلام الدكتور نديم السيار اللي بيقول لا، إن المصريين القدماء ما عندهمش تعدد في الآلهة، واللي كلمة نتر كانت بمعنى المنتسب إلى العرش، خدنا كلمة نتر وروحنا للقواميس المصرية القديمة، قلنا عايزين نعرف إيه هي مواصفات النتر عشان نتأكد إن هي مش بمعنى إله. لقينا الكلام ده مكتوب، المصري القديم كاتبه بإيده من 4200 سنة. كاتب إيه؟ إن مواصفات النتر: رقم 1 مخلوقات من نور، 2 ذات أجنحة، 3 سريعة الحركة والانتشار. يبقى مواصفات النتر كتبها لنا المصري القديم من 4200 سنة. طب مين اللي مخلوق من نور، ومين اللي سريع الحركة، ومين اللي ذو أجنحة؟ بينهن القرآن الكريم، بيقول لنا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. يبقى المواصفات دي مواصفات ملائكة. كده الدكتور نديم السيار أثبت لنا بالدليل القطعي من القرآن الكريم وكلام مدون على متون الأهرام إن المصري القديم الآلهة اللي اعتقد شامبليون إنها آلهة كانت قوة ملائكية وليست آلهة. دكتور نديم السيار جاب لنا نص جميل جدا مكتوب على متون الأهرام أو نصوص الأهرام اللي موجودة في هرم أناس في سقارة. النص ده نص شهير جدا، وطبعا متون الأهرام أو نصوص الأهرام هي من أقدم النصوص الجنائزية اللي كتبها الإنسان بإيده ودونها من أكتر من 7000 سنة. النص ده كان بيقول إيه؟ وع وع نن سنو. طبعا واحد بالعربية يعني واحد، بالإنجليزية يعني ون، باللغة المصرية القديمة يعني وع. فوع وع يعني واحد أحد نين سنو ليس له ثاني. فده كان اعتقاد المصري القديم، يعتقد في إله واحد. ما ننساش بردية آني، البردية اللي موجودة في متحف بريطانيا، وهو بيتكلم عن الإله الواحد وبيقول الله لا يمكن معرفة اسمه، ولكن ارمزوا إليه بصفاته العليا وقدرته الكونية. ده كلام المصري القديم عن الإله. وبرضو آني كان بيقول إيه؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. دي كانت من صفات الوحدانية الموجودة عند المصري القديم. فأدلة الدكتور نديم السيار كانت أدلة قطعية جدا. وزود حاجة جميلة جدا، إن كلمة حنفاء، كلمة دي موجودة في الحضارة المصرية القديمة،
حنفه، الاجانب ما بيعرفوش ينطقوها فبيقولوا هنفه، ما بيعرفوش ينطقوا حرف الحاء، فمن هنا كلمه حنفه دي كلمه مصريه قديمه مكتوبه كده. وهي مكتوبه في البرديات تلاقي تحت منها انسان راكع ورافع ايده لفوق اللي هو الخاضع لاله واحد. ومن هنا اتاكد دكتور نديم السيار ان المصريين القدماء كانوا بيعبدوا اله واحد، وان كلمه حنفه اللي احنا بنقول احنا في الديانه الحنيفيه كلمه موجوده عند المصري القديم من اكتر من 7000 سنه. اما بالنسبه للناس اللي عايزه تعرف حورس وبتاح وامون ورع الالهه الكتير اللي موجوده جدا ديت، عايزين يعرفهم طب دول كان وضعهم ايه؟ هقول لك انا، ناخدها واحده واحده. حورس يعني الصقر. الصقر في اللغه المصريه القديمه كان بيرمزوا له بحرف الالف، فالالف ما فيش قبل منه حاجه، فكان بيقول لك ايه؟ ليس قبله شيء، ده الاله، ربنا ما فيش حد قبل منه، فعشان كده الصقر كانوا بيرمزوا له لاله واحد. في علم البيولوجي بيقول لك ان الصقر ملهوش جفون، يعني لا يغفل، وكذلك المولى عز وجل لا يغفل. الصقر حياته كلها في المرتفعات، والمجد والعظمة للمولى عز وجل في الأعالي، فاتفقت بعض صفات الصقر مع بعض صفات الذات الإلهية، فمن هنا المصري القديم كان بيقدس الصقر، ما كانش بيعبده. الجعران، وده برضو من المفاهيم الخاطئة عند الناس كتير اللي بتقول مصر القديم كان بيعبد الجعران. يا جماعة لا، المصري القديم ما عبدش الجعران. الجعران كان بيتميز بخاصية البارفينوجينسيس اللي هي التوالد العذري، تحطه هنا تحط الجعران هنا يعمل جعران تاني، يعني تزاوج، تحط الجعران كده تلاقي جعران تاني اتعمل على طول. فكان بيقول عليه المصري القديم يا موجد نفسك بنفسك، فمن هنا بدأ المصري القديم يقدس الجعران لوجود صفة من صفات الإله الواحد. ومن ضمن المفاهيم الخاطئة عند بعض الناس اللي هما بيقولوا المصريين القدماء كانوا بيعبدوا رع اللي هو الشمس. لا يا جماعة، المصري القديم ما عبدش رع ولا حاجة، لكن رع بمعنى الظاهر، يعني الباين الواضح، علشان كده المصري القديم كان بيعبد الشمس عشان هي رمز لإله واحد موجود في السماء. آمون دي من ضمن الحاجات اللي بالناس بتقول ان المصري القديم عبد آمون، لا هو اسمه آمون، وجبنا منها كلمة آمين، علشان كده بيقولك في متون الأهرام ونصوص الأهرام ان المصري القديم بيتكلم عن الإله وبيقول الله لا يمكن معرفة اسمه ولا رؤيته، ولكن ارمزوا إليه بصفاته العليا وقدرته الكونية. ليه؟ علشان هو باطن. فكلمة آمون في القواميس المصرية القديمة كان معناها الباطن، والكلمة بعد كده اتحسنت وتحدثت لكلمة آمين. آخر حاجة للناس بتقول المصري القديم كان بيعبدها اللي هو بتاح. طبعا بتاح هو الإله الخالق، يعني تسأل أي حد بتوع المصريات يقولك بتاح يعني الإله الخالق، لا الفكرة مش في كده. بتاح احنا كمصريين خدنا منها كلمة فتاح، يعني ظاهر واضح، علشان كده احنا خدنا كلمة فتاح من بتاح، لان كلمة فتاح لها اصل في الحضارة المصرية القديمة اللي هي بتاح. وهنختم حلقتنا بالمقولة اللي قالها شامبليون، يتداعى الخيال ويسقط بلا حراك تحت اقدام الحضارة المصرية القديمة. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب.